هنكمل باقي محاضراتنا في السيزون ايه ال 225. النهارده هنتكلم في جزئيه تاني من جزئيات او موضوع تاني من مواضيع السويتشنج، وهو من ضمن المواضيع المهمه جدا، وهو الفيلان. وهو موضوع الفيلان. الفيلان ده اختصار كلمه فيرتشوال لوكال اريا نتورك. اختصار كلمة virtual local area network. ايه بقى قصة الفيلان دي، وايه اللي يهمنا في القصة في موضوع الفيلان؟ يعني ايه كلمة فيلان؟ فيلان جاية من كلمة حاجة اسمها virtual LAN. يعني ايه كلمة virtual LAN؟ يعني هي لان، هي شبكة داخلية محمية عندي اللي انا بشتغل عليها، اللي انا عندي بس فيرتشوال وهمية. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك تقدر تعمل على السويتش ده، بدل ما السويتش بتاعي متجمع عليه كل الاجهزة، وكل الاجهزة دي فلان واحدة. يعني ايه فلان واحدة؟ يعني الجهاز بياخد مثلا اي بي وليكن 192.168.1.1.1.2.1.3 واحد 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 اتنين واحد تلاتة كده، وده كلهم شايفين بعض. ما ينفعش اخلي مجموعة فلان ومجموعة تانية فلان تانية. هي مجموعة الفيلان دي، هي محطوطة في، يعني مجموعة محطوطة في فيلان ومجموعة محطوطة في فيلان تاني. يعني مجموعة تشوف بعض ومجموعة تشوف بعض تاني. بصوا يا جماعة، انا عايز اشرحها لكم بصورة اكثر تفصيلا واسهل من الكلام ده. ازاي بقى؟ لو انا جيت هنا عندي النتورك بتاعتي، انا مقسمة عندي لمجموعة ادارات. يعني مثلا عندي ادارة الـ HR department، مثلا عندي ادارة السيلز، عندي مثلا ادارة الاكاونتينج، عندي مثلا ادارة الماركتينج، عندي مثلا ادارة الستور مخازن، عندي مثلا ادارة الاي تي، عندي ادارة الكواليتي اوف سيرفيس او كواليتي سيرفيس مرابط الجودة، عندي الفاينانس، الفاينانس عندي إدارة مثلا اللي موجودة في الشركة، وليكن الانشورانس، عندي إدارة مثلا البرشيز المشتريات او البرشيزنج. يعني دي عندي الادارات بتاعت الشركة بتاعتي، تمام كده. كل ادارة مستقلة بذاتها، وليكن عندي ادارات اكتر من كده. انا دلوقتي كل ادارة من الادارات دي ليها اليوزر بتاعها او ليها الموظفين اللي موجودين جوه عندي هنا. طيب لو انا دلوقتي واحد من الموظفين، وليكن مثلا الجماعة بتاع الحسابات او بتاع المالية، الجماعة دول بيحبوا يحط، او الاتش ار بيحبوا يحطوا شغل بتاعهم على فلاش، يحبوا يحطوا الحاجة بتاعتهم على فلاشات. طيب انا دلوقتي احنا كلنا واصلين بنتورك واحدة، احنا كلنا كده شغالين على نتورك واحدة. يعني انا دلوقتي لو واحد وصل فلاشة من ضمن الموظفين في الاتش ار، هو لو عنده الفلاشة دي عليها فيروس، الفيروس ده هينتقل عندي للسيلز، للاكاونتينج، للماركتينج، للاي تي، للكواليتي اوف سيرفيس، للفاينانس، للانشورنس، للبرشيزنج، الحاجات دي كلها. طيب لو واحد مثلا حب كده، يبقى احنا اول حاجة عندي لو حب
واحد حط الفلاشة بتاعت اليو اس بي مودم بتاعه هنا، طبعا هيلاقي زغابة من وعنده فيروس مثلا، اللي عنده ايه زغابة من الفيروسات. يعني ايه زغابة من الفيروسات؟ يعني الفلاشة بتاعته مليانة مثلا رانسام وير، الفلاشة بتاعته مثلا فيها شورت كات، فيها تروجن، فيها وورم، هتبهدله الدنيا كلها. يعني لو عندي زي ما قلت لك فيروس، الفيروس ده كده هينتقل لايه؟ لكل النتورك بتاعتي، مش كلنا واصلين على نتورك واحدة. طبعا احنا كلنا واصلين على نتورك واحدة، فأي حاجة هتحصل على النتورك دي هتسمع في كل النتورك عندي. دي أول حاجة. طيب لو واحد عندي هنا، وخصوصا الجماعة بتاع السيلز دول بيكون معرضين للأتاك أو للحسابات مثلا، الراجل بتاع الحسابات ده هو معرض إن هو ممكن يحصل عليه أي أتاك. يعني ايه أتاك؟ واحد عايز يعمل لي هاكر، حد عايز يعمل عليه اتاك زي ما قلت لك كده، واحد عايز يعمل هاك عليه على الحسابات عشان هو راجل بتاع حسابات، فالراجل بتاعتي عايز يعمل عليه هاك وعايز يخترق الشبكه بتاعته. طيب حضرتك بقى هنا نفس الكلام اللي على الفيروس هنقول على اتاك. الراجل ده مش هو لو دخل جوه الشبكه اللي موجود فيها الاكاونتنج، مش هو كده معرض ان هو يخش لل ماركتينج، معرض انه يخش الحسابات للاي تي للمخازن؟ هو خلاص دخل الشركه كلها. هو طول ما هو دخل على جهاز يبقى هو كده قدر يوصل او قدر يتمركز جوه الشبكه بتاعتي. طب هو ده كويس ولا وحش؟ اكيد طبعا مش كويس. مش كويس ليه؟ مش كويس ان انا كده الشبكه بتاعتي اتحصل عليها اتاك، فحصل عليها اتاك فاصبح ان الشبكه بتاعتي كده متخرتقة. يعني متخرتقة يعني ضايعة، يعني مش هقدر دلوقتي ادخل، يعني خلاص الشبكة بتاعتي كلها بقت بره. طيب حاجة تاني، لو انا عندي مثلا جهاز من ضمن الاجهزة مثلا بتاعت اليوزر، وليكن مثلا ايه جهاز البرشيزنج ده او جهاز الفاينانس، الجهاز ده بيروح يعمل لي ايه؟ الجهاز ده عليه فيروس او عليه فيروس او عليه اي حاجه، فبيعمل لي برودكاست. يعني بيعمل لي برودكاست، يعني قاعد يبعت رسائل لكل اجهزه الكمبيوتر المتصله معايا على مستوى النتورك عشان عليه فيروس معين، فموقع لي الشبكه بتاعتي كلها. فاصبح دلوقتي الشغل يعني العمل على النتورك بتاعت حضرتك دي اصبحت صعبه جدا. صعبه ان انت عندك فيروس، معرض لفيروس، معرض لاتاك، معرض لبرودكاست. لو انت عندك في جهاز في برودكاست هتلاقي الشغل بتاع النتورك بتاعتك كلها تقيله جدا جدا جدا، فانت مش قادر تشتغل عليها كويس. طيب الحالة دي ان انا افضل حاجة اعملها ايه؟ افضل حاجة حضرتك ان احنا نعمل فيلانز. ايه بقى قصة الفيلان؟ الفيلان دي ان انت عبارة عن حضرتك ان انت هتعزل كل النتورك اللي موجودة عندك. يعني ايه اعزل كل النتورك عندك؟ يعني انا دلوقتي هخلي دلوقتي الفاينانس لتشار لوحديه، الفاينانس لوحدي، السيلز لوحدي، الاكاونتنج لوحدي، الماركتنج لوحدي. لا وانا هعزل كمان حاجه تاني، هي انا هاجي كده وهروح عازل الادارات بتاعتي تاني اللي تحت دي كلها. يبقى اصبح دلوقتي ان كل اداره ما تقدرش تشوف الا الناس اللي موجوده في الاداره بتاعتهم بس. يعني انا موجود كده في الحسابات، انا الناس اللي بتاع الحسابات هيشوفوا بعض بس، الناس اللي في السيلز هيشوفوا بعض بس، الناس الكواليتي سيرفيس هيشوفوا بعض بس، الفاينانس هيشوفوا بعض بس. ليه؟ ما هو احيانا صاحب الشغل عندك او صاحب الشركه يقول لك ايه؟ يقول لك من فضلك انا عايز اعزل النتورك دي. يعني ايه عايز اعزل النتورك دي؟ يعني مش عايز حد يقدر يكلم حد. برضو عايز افهمها بسرعه اوضح شويه.
يعني ان انا دلوقتي انا راجل بتاع حسابات، ما ينفعش ان حد يدخل عندي ويشوف الشير بتاعي، او انا راجل بتاع اتش ار انا مش عايز حد يشوف الورق بتاعي او الشغل بتاعي، ده في حاله لو انت حضرتك مش عامل دومين كنترولرز. فانت دلوقتي عازل كل نتورك او كل اداره من الادارات بقت لوحديها. طيب ليه؟ ما هو انت دلوقتي لو انت عند راجل بتاع الاتش ار ده جاب يو اس بي ستيك او جاب فلاشه يعني، وراح وصلها بالجهاز بتاعه والجهاز ده عليه فيروس، فانهي اجهزه اللي هتتضر عندي؟ الاجهزه اللي اللي موجوده فين؟ الاجهزه اللي موجوده في الاداره دي بس. نفس الكلام في السيلز، السيلز نفس الكلام. يعني انا دلوقتي انا الراجل ده او مثلا الاكاونتنج حد بيعمل اتاك، فبيعمل اتاك، الاتاك هيحصل فين؟ الراجل وصل للجهاز بتاع الحسابات، فهو هيكون جوه الحسابات فقط، مش هيقدر يتعدى الحسابات. الراجل ده انا عملت كده حيطه من هنا وحيطه من هنا وحيطه من هنا وحيطه من هنا، بحيث ان حد لو حب يعمل اتاك ما يقدرش يروح لاي اداره من الاداره التانيه، يبقى هي الاداره دي بس اللي حصل فيها الاتاك. نفس الكلام في البرودكاست، لو انا عندي جهاز جوه الفاينانس فيه عليه فيروس وعامل برودكاست جوه النتورك عندي، فاصبح البرودكاست هتكون منعزله جوه الفيلان، الفيلانيه دي هتكون جوه الفيلانه دي. يبقى انا فايده الفيلان ان انا بعمل ايه؟ ان انا بقسم الشبكه الكبيره بتاعتي دي لمجموعه شبكات صغيره. بقسمها ازاي؟ ان انا بقسم الشبكه بتاعتي لمجموعه اجزاء من الشبكه صغيره. بتفيدني في ايه؟ اولا بتحميني من الفيروس ان هو يقدر ينتشر جوه النتورك بتاعتي. يحميني ان يحميني من الاتاك. لو عندي في جهاز حصل فيه اي اتاك، الجهاز ده بس اللي هيحصل فيه الاتاك، او الاداره دي بس اللي هيحصل فيها الاتاك. لو في جهاز عندي بيعمل برودكاست، البرودكاست ده مش هيروح للناس الا اللي موجوده في الفيلانه دي بس، او موجوده في الاداره دي بس. من ضمن الاسباب اللي اتعملت ليها الفيلانه اللي هي تقليل البرودكاست دومين، تقليل البرودكاست في حد ذاته انه هيبقى في كذا دومين، كل فيلانه ليها الفيلانه بتاعتها، ليها الفيلانه بتاعتها. يعني لو حد في فيلانه 10 بعد برودكاست هتروح للناس اللي موجوده معاه في فيلانه 10. انواع الفيلان بقى، انواع الفيلان، انا عندي الفيلان، نيجي نقسمها كده. انا عندي في نوعين من انواع الفيلان، عندي نوعين من انواع الفيلان، نيجي كده نرسمهم. خليها كده ايه، اسود، نجيب نسخة من هنا كده، نيجي نحطها نكتب عليها. يبقى انا عندي نوعين من انواع الفيلان. اول نوع عندي من انواع الفيلان نوع كده اسمه استاتيك ممبرشيب. يعني استاتيك ممبرشيب يعني الراجل ده هيكون ممبر جوه حاجه. طيب النوع التاني عندي، النوع التاني عندي اسمه دايناميك لا اسمه كده اتاتش، اسمه بورت بيزد دايناميك، بورت بيزد دايناميك. بورت بيزد دايناميك
membership membership Mac based يبقى انا عندي نوعين من انواع الفيلان، عندي نوعين من انواع الفيلانات. عندي حاجه اسمها عندي حاجه اسمها ستاتيك، وعندي حاجه اسمها بورت بيست دايناميك ممبرشيب ماك بيست. ايه بقى قصه الفيلانات دي وايه النوعين دول؟ يعني ايه كلمه ستاتيك؟ يعني كلمة استاتيك، كلمة استاتيك يعني ده بيعتمد، ده ثابت. يعني ثابت يعني انت حضرتك بتدخل بتثبته بديك. ده بيعتمد على البورت، باجي على البورت رقم 1 مثلا واقول له ادخل في فيلان رقم 10، يا بورت رقم 9 ادخل في فيلان رقم 10، يا بورت رقم 5 ادخل في فيلان رقم 10. يبقى انا دلوقتي افرض ان السويتش اللي معايا ده اكسس بوينت مثلا، وانا معايا مجموعه اجهزه، يعني مثلا ممكن يكون عندي اكسس بوينت، السويتش بتاع اكسس بوينت. طبعا كل بورت في الفيلان الناس دي رابطه لاسلكي، هخلي الناس اللي موجوده في جاله من الاكسس بوينت ده في فيلانا لوحديهم ازاي؟ دي عن طريق الماك ادرس، هقدر اشغلهم عن طريق الماك ادرس. دول اللي بيكونوا ايه؟ بيكونوا هناك في جدول عندي اسمه في ام بي اس، في عندي جدول كده الجدول ده اسمه كده VMPS، ده اختصار كلمة VLAN member chip. اختصار كلمة VLAN membership. طيب يعني ايه بقى membership server؟ ده بقى وظيفته ايه؟ ده الجدول ده اللي فيه ده بيكون عن طريق الماك ادرس، هعرفه على الفيلان وهدخل عليه الماك ادرس بتاع الفيلان بتاع الاجهزه دي. ده في حاله ايه؟ في حاله لو انا عندي اكسس بوينت وعايز الناس اللي موجوده في الاكسس بوينت دول ادخلهم في فيلانا، ده بدخلهم عن طريق الماك ادرس. عندي حاجه اسمها الفي ام بي اس، الفي ام بي اس، في مش سي، الفي ام بي اس دي اللي هو فيلان ممبر شيب سيرفر. ده بيكون عندي جدول اسمه الفي ام بي اس، الجدول ده اللي فيه بيكون عن طريق الماك ادرس، هعرفه على الفيلانه وهدخل عليه الماك ادرس. هنا لو في وايرلس مش هتكون مربوطه بفيلانه، هتكون مربوطه بالماك ادرس. اما بدخل اجهزه عن طريق الوايرلس على كل جهاز هيشوف الماك ادرس بتاعه انهي في لان عندي. طيب يعني انا دلوقتي لو انا كده جينا فتحنا الباكيت ريسر، لو جينا كده فتحنا الباكيت ريسر عندي وجينا جبنا سويتش، والسويتش ده جبنا مجموعه اجهزه، ادي مثلا دول جاهزين اهم، دول جهازين ودول جهازين ودول جهازين ودول جهازين، ادي مثلا 10 اجهزه عند حضرتك اهو. هنيجي بقى نوصل الاجهزه بتاعتنا دي، ادي فاست 0 على 1 وفاست 0 على 2 فاست 0 على 3 وفاست 0 على 4 فاست 0 على 5 فاست 0 على 6 فاست 0 على 7 وفاست 0 على 8
وفاست زيرو على تسعة، فاست زيرو على 10. هنيجي هنا هنعمل ايه بقى؟ هنيجي نقول له ان انت عندك ده